يا وزير يا مختار في خطر يا وزير يا مختار في خطر يا وزير يا مختار في خطر هذا الدبير ولا افلاس درسوك من الفاس هذا الدبير ولا افلاس درسوك من الفاس المشاكل شخصنتيها وفي احرتيها المشاكل شخصنتيها وفي احرتيها مشاكل شخصنتيها وفي احرتيها مشاكل مديحة بالعياشي مفتشة التوجيه التربوي الموثقة الإقليمية لمجلس التنسيق التفتيش بنيابة فاس والكاتبة الجهوية لنقابة مفتشي التعليم. نعم بالنسبة يعني الدواعي ديال هاد الوقفة الاحتجاجية راه مبينة في البيان الصادر عن نقابة مفتشي التعليم بتاريخ 26 يناير 2015 واللي كيتعلق في الحقيقة بواحد التراكم ديال مجموعة ديال المشاكل وديال الاختلالات اللي في الحقيقة ماشي والدة اللحظة أو لا جات بالصدفة بل هي تراكم ديال يعني تقريبا منذ مجيء السيدة النائبة وكذلك تراكم واحد مجموعة ديال الاختلالات اللي كانت جات من الأكاديمية ولكن تم يعني الوقوف عليها وتم تصحيحها بمبادرة من السيد مدير الأكاديمية إلا أن نفس ذلك التداعيات يعني انتقلت عاوتاني لنيابة فاس لهذا فيما يخص يعني السؤال اللي طرحتيه حول التكليفات بالمناطق التربوية لهيئة التوجيه التربوي. هيئة التوجيه التربوي يعني مفتشي التوجيه التربوي هم زملاء لنا ويعني ندافع عن حقوقهم كما ندافع على جميع حقوق هيئة التفتيش بمختلف التخصصات والمجالات ولكن لا نزكي العبث لا نزكي يعني الممارسات أو القرارات التي تتخذ بشكل متسرع لا يخدم مصلحة منظومة التربية والتكوين وإذا أردتم يعني فكرة يعني واضحة ويعني مختزلة فقد عملت السيدة النائبة بتنسيق ربما مع الأكاديمية على إصدار توزيع للمناطق عام إعادة توزيع بل تفكيك وتفتيت جميع المناطق التربوية إلى 33 منطقة تربوية في شهر في ما بين 27 ماي الماضي و 2 يونيو هذا التاريخ هذا عنده دلالة قوية لأن هذا الوقت هذا بالضبط ما تيتقبلش وما تيتحملش أي تغيير في ذاك الوقت علاش؟ لأن هذا هو بحال وقت الحصاد بالنسبة للأطر ديال التوجيه جميع العمليات اللي كتوج الموسم الدراسي كتكون في ذاك الوقت هذا إذا المجالس الأقسام مجالس التوجيه تغيير التوجيه رجع المفصولين يعني جميع الحركيات اللي كتتعلق بالتوجيه التربوي هذا هو الوقت ديالها هي جات في ذاك الوقت وخرجت واحد المجموعة ديال التكاليف اللي في الحقيقة ما كاينش داعي لذاك الاستعجال في ذاك الوقت باش يوقع فعفعة ديال يعني العمليات يعني العادية اللي كتكون في المؤسسات التربوية في ذاك الوقت هذاك في نفس الوقت يعني المفتشين إذا هادو تكليفات للإخوان المفتشين في التوجيه اللي كانوا كيزاولوا المهام ديال الاستشارة والتوجيه بالقطاعات المدرسية وبمقابل هذه القطاعات كاين يعني 10 ديال او 9 بالضبط ديال المفتشين ديال التوجيه التربوي اللي تيعملوا بالمناطق التربويه واللي تم التعيين ديالهم فيها منذ 2008 وفق معايير ووفق مسطره وانتقاء الى غير ذلك هاد التكلفات هذه ما يعاب عليها هو ليس ان مثلا استفاده الاخوان بالعكس حنا دوك الاخوان مفتشين ديال التوجيه فوق راسنا علاش لانهم من حقهم يزاولوا بما ان عنده اطار ديال المفتش فمن حقه يزاول المهام ديال التفتيش لا ننازع في ذلك ولكن يكون بواحد الطريقه اللي يحافظ على السير العام ديال الموسم الدراسي وكذلك يكون فيه اشراك وما يكونش فيه تعسف وبالتالي من جات هاد التكليفات حنا تفاجئنا يعني مفتشي المناطق التربويه الاصليه ومن مشينا نشوفوا السيده النايبه صبناها دايره بلاكه في المكتب ديالها على انه يمنع اي يعني لقاء معها لان بحكم انه فتره ديال الامتحانات وكانت غير خلت مثلا داك التكليفات يكونوا مثلا بالنسبه للموسم القادم لا هي جات في الفتره الحاليه يمكن نقول على انه اللي ما يحز كذلك في نفس هيئه التفتيش هو ما سميناه احنا بالكيل بمكيالين في الوقت اللي
المفتشي المصالح الماديه والماليه المناطق ديال اللي كاينين فاس كلهم شاغرين من غير واحد. عندنا مفتش واحد يقوم ب يعني تفتيش ديال المصالح الماديه والماليه في نيابه فاس كامله على شتاعتها وتعددي مؤسساتها، ويتم رفض تكليف مفتشين العاملين بالمؤسسات يعني مفتشي المصالح الماديه والماليه اللي في الحقيقه يعني بامكان مثلا الواحد يدير واحد كيف دار مثلا الاخوان ديالنا في التوجيه يدار لهم حتى هما واحد الصيغه باش هما يتكلفوا بالمناطق والمارس المهام ديال التفتيش، خصوصا على انه كاين مذكره كتقول مثلا يمكن لهم يجمعوا هذوك اللي خدامين في المؤسسات يجمعوا ما بين جوج المؤسسات او ثلاثه حتى دابا مثلا الاعداديات المثالة داخليه الى حتى شي حاجه، ويبقاو واحد الاخوان اللي يمارسوا المهام ديال التفتيش ويساعدوا في التدبير ويساعدوا كذلك في رصد الاختلالات اللي كتعرفها المؤسسات.